للجميع، أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. في فيديو اليوم راح أشارككم لعبة جميلة جدا، وهي لعبة لتعلم اللغة الفرنسية. سترون ما معنى هذه اللعبة. لدينا 10 أكواب، في كل كوب حرف من حروف اللغة الفرنسية الألفابي. في كل حرف سأعطي 4 كلمات. هذه اللعبة ستمكنكم من تعلم المفردات، مفردات اللغة الفرنسية، وهذا من ضمن سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. أولا سأبدأ بتحريك الأوراق لكي لا أعرف أي حرف سأبدأ به. سنبدأ الآن عشوائيا بالحروف اللغة، كل كوب فيه حرف، سنرى أي حرف سيأتي في الأول. سنبدأ بهذا الحرف. يجب أن يكون 4 الكلمات التي سأعطي في وقت وجيز جدا، سيكون بسرعة. أولا جي، جيغاف، جاتو، جيفل، غارسون. لأن الحرف جي يمكن أن يكون جا ويمكن أن يكون جي. دونك حرف جي انتهينا منه، ها هو الكوب الأول، نضعه على جنب. سننتقل إلى كوب آخر، سأختار هذا الكوب وسنرى ماذا سيأتي فيه، أي حرف من حروف اللغة. أن ناسيوناليتي، ناسيون، ناتور، انتهى الوقت، أظن أن الوقت قد انتهى. خاصني غير الحرف أو الكلمة الأخيرة. نا ان 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 نان نو بالا ن ناتور قلتها، قلت ناتور، ناسيوناليتي، ناسيون، نا. حتى الان لم اجد الحرف، يجب ان اسرع لكي لا يكون الفيديو طويل. هذا ثاني كوب ساتركه على جنب. السرعه تقلق الواحد ولا يعرف ماذا يعطي ككلمات. سننتقل إلى هذا الكوب، يجب أن تكون هناك سرعة في إعطاء الكلمات. ال، حرف ال، ليموناد، لاما، لوميير، ليكتور. هذا الحرف انتهينا منه. سأكتب لكم الكلمات التي قلتها بعد شرحها باللغة العربية لتتمكنوا من فهمها، استيعابها، حفظها، ليكون لديكم مفردات كثيرة. enrichir votre vocabulaire. سننتقل إلى أي كوب؟ هذا الكوب مثلا، سنرى ما هو الحرف. A، animal، avion، الجيري، انتهى الوقت. خاص الحرف الأخير، الكلمة الأخيرة لم أقولها، بالآ. الآن ربحت 2-0، دونك هنا 2 هنا 0، 2-4. سننتقل إلى حرف آخر. السرعة عادة توتر الشخص. ننتقل إلى كوب آخر، هذا الكوب. الآن ربحت 2، سنرى إن كنت سأربح في هذه الجولة. حرف د، دات، دات، ديكتي، دينوزور. قلت 4 كلمات، 3 من أصل 5. بقي لي 5 أكواب، سنرى إن ربحت أم لا. سأختار هذا الكوب وسنرى أي حرف موجود فيه. يمكنكم لعب هذه اللعبة مع الأصدقاء الذين تريدون أن تتعلموا معهم اللغة، مع أطفالكم في البيت، أو أحد أقاربكم الذي يريد أن يتعلم لغة ليس شرط اللغة الفرنسية. يمكنكم تعلم لغات أخرى واستعمال هذه الطريقة لأنها مفيدة جدا. حرف الأم، وصلنا إلى حرف الأم.
maman, maîtresse, marmite, miroir. أظن أني ربحت في هذه الجولة، خسرت 2 وربحت 4. سنكمل الجولة بأربعة أكواب، سأختار هذا الكوب وسنرى ماذا يوجد فيه. لا تنسى متابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. حرف الاف، فارين، فوار، فولار، في. اظن اني جاوبت على حرف الاف، سنتركه هنا. دونك خمسة مقابل 2، بقي 3 اكواب، سارى حظي. السرعة كما قلت سابقا توتر صاحبها، ساعات لا نستطيع أن نجاوب بسرعة كبيرة. إن أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على لايك وتشجيعي وإخباري في التعليقات إن أردتم أن أكثر من هذا النوع. وصلنا إلى الإي، إيماج، إيماج. الوقت يمر، أظن أن الوقت انتهى. حرف الإي لم أسرع في الإجابة عليه، سأتركه في هذا الركن. بقي كوبين فقط، سأبدأ بهذا الكوب، أتمنى أن يحالفني الحظ. وحرف البي، باتيمون، بالون، بيبي، بيبرون، جاوبت عليه بكل سرعة. وبقي الأخير، كما قلت سابقا لا تنسوا متابعتي على تيك توك، انستغرام، والفيسبوك. بقي لنا هذا الأخير، سنرى ما هو الحرف. إن أعجبكم الفيديو أخبروني في التعليقات إن أردتم جزء ثاني من هذا الفيديو. حرف الكا، كونغورو، كناري، كاميون، كليون، كيلو. أظن أني جاوبت على حرف الكا. إذن سنرى النتيجة. ربحت هذه الأكواب 1 2 3 4 5 6 7 7، وخسرت 3 لأن الوقت مر بسرعة. إذن ربحت من أصل 10، 7 من أصل 10. ما رأيكم في النتيجة؟ وإن أعجبكم الفيديو أخبروني لأضع لكم فيديو جزء ثاني. شكرا على المتابعة، إلى فيديو لاحق.